يعني هيكون جنسه ايه؟ اهو راجل زي بقية الرجال، وعلى اي حال كلها كام يوم وهيجي هنا نشوفه. ايوه بس يعني مش برضه يصح ناخد رأي ليلى في الموضوع؟ يعني ايه؟ يعني ليلى هي اللي هتتجوز، لازم يكون لها رأي. اهو ده اللي كان ناقص. يا عصمت يا اختي، كلكم والجواز كوم، لازم يكون في شيء من التفاهم. انت عايز تقول ان اخويا عبد الحفيظ ما بيفهمش؟ لا استغفر الله، اخوك سي عبد الحفيظ ده سيد بيفهم، بس بسلامته دقة قديمة، وخاف للعريس اللي جايبه معاه يطلع دقة قديمة زيه. ومالها الدقة القديمة يا تشحاتة؟ مش احسن من شبان الايام دي للواحد منهم منزل لي قصته لحد عينيه وفاتح قميصه لحد وسطه؟ اسمع لسان حضرتك. ماله؟ تلمه. ألمه. ومش عايزه ليلى تاخد خبر ابدا بالموضوع ده لحد ما يجي اخويا عبد الحفيظ. حاضر، بس يعني بدي. مفيش، مش عايزه اسمع ولا كلمه تانيه. انا واحده ست اعرف كويس قوي صالح بيتي واولادي. يا سلام يا سلام على الصالح، انما ما تشوفيش من الصالح يكون بينا شيء من التفاهم. مفيش تفاهم. انت من امتى بتفهم في البيوت؟ انت تفهم في حاجه واحده بس، لعبه دومينو، الطاوله، الشيشبيش، الجوهر دول. ما هو لو حصل هنا شيء من التفاهم ما كانش حصل هناك تفاهم مع الدومينو والطاوله والشيشبيش. تسمح تسكت بقى والنتين. انكتم. اتكتمنا. نرمي نفسنا وراه عصفور. الله تضحك على ايه؟ دي حاجه تضحك. امال يعني هعيط؟ صاحبك دلوقتي هيزعل قوي. ما هو ده اللي بيضحكني، اصل عصفور لما يعرف ان البلطو راح هيموت نفسه. ياه للدرجه دي؟ المساله مش في البلطو نفسه، المساله في اللي كان جوه البلطو. هو كان في حاجه؟ ايوه ورقه مهمه جدا. بحق شنبيه لقيتها ونسيت تديها لي. يعني مش موجوده في البلطو؟ لا الحمد لله، بس على الله ست شلبيه ما تكونش رميتها. ما افتكرش. يعني ان شاء الله بكره الصبح اقدر اخد الورقه دي. ان شاء الله. يا سلام، انا مبسوط قوي من الست شلبيه دي. ليه؟ هي اللي خلتك كلمتيني دلوقتي. ارجوك بلاش الكلام ده دلوقتي، احسن في ناس كتير حوالينا. محدش واخد باله. ضروري هياخدوا بالهم. في ناس كتير اصحاب بابا هنا. انا نفسي اتعرف ببابا. انا احب دايما اتعرف بالناس الطيبين. يا ترى اقدر اعرف عنكم؟ الله، سمير ابوك فين؟ ما بقاش ليه؟ ما بقولش النهارده يا عمي. ما جاش النهارده القهوه خالص. اصله حمل. اصله مالك يا الله شر؟ قرب يحود يا عم، قرب يحود. يحود؟ انت بتقول ايه؟ فاضل حته صغيره يا عم، فاضل حته صغيره. يا واد كلمني كويس، ابوك ماله؟ ابويا ابويا ده يا عم ده. ده الا ده راحت فين يا ربي؟ شلبيه يا شلبيه. الورقه اللي كانت في جيب البلطو راحت فين؟ الورقه والله ما انا فاكره يا ست. استنى دي ورقه مهمه خالص يا شلبيه. اعمل لك ايه؟ اصل ست امك دخلت عليا لبختني. استنى عليا لما افكر وانا عاقل دفتر. طب دوري لي عليها وطلعها لي من تحت الارض. طيب عقلك فين يا شلبيه؟ مخك فين يا شلبيه؟ ده احنا لو ما لقيناهاش هتبقى مصيبه كبيره يا شلبيه. ايه هي دي اللي مصيبه كبيره؟ ده ايه ده؟ قصدي يا ماما دي حكايه كده يعني. حكايه ايه يا شلبيه؟ دي حكايه البلطو ست هاني. اضحى
انت من امتى بتلبسي بلطو ابيض في المدرسه يا ليلى؟ بلطو ابيض انا ما بلبسه. لا ازاي بتلبسيه؟ علشان يحميكي ما تطرطش. امال ايه؟ جرس الباب. فعلا يا ماما. انا بلبس بلطو عشان بيحميني من الطرطشه في تدبير المنزلي. حاضر. يا لقيتوه ولا لسه؟ هو مين اللي لقيناه؟ سشحاته ابن سمير، قال لي انه تاه. تاه؟ سلامة عقلك انت وهو. يعني هو موجود هنا دلوقتي؟ ايوه موجود. نقول له مين حضرتك؟ قولي له ابو الفتوح عاوز اشوفك ضروري. حاضر استريح. هقول له. اكلنا الدوم، وريني لعبك انت بقى يا حلو. ايه لعبك؟ انا مش قلت لك 100 مره ما تخشيش كده عليا زي الصاروخ؟ لا مؤاخذه يا سيدي والنبي، معلش حقك. اسمعي، لو دخلت مره تانيه من غير ما تخبط في الباب هلخبط لك خلقتك. عاوزه ايه ببوزك ده؟ في واحد بره عايزك امشيه. يا اخي مشيت عليكي مصارينك. اسمه ايه؟ والله ما انا عارفه اسمه. اظن مفتوح. فتوح؟ ابو الفتوح. ابو الفتوح. ناولين العبايه. حاضر. يلا العبايه. وروح اعملي له كوبايه ليمون بسرعه. اهلا بيك انت يا راجل. الف حمد لله على سلامتك. اتفضل يا حبيبي اقعد. اهلا اهلا. ده انا كنت مخضوض عليك قوي. ايه حكايه التوهان دي؟ توهان؟ سمير ابنك بيقول لي انك تهت. تهت؟ ايوه. ايوه صحيح يا ابو الفتوح. ساعات كده يا حبيبي ابص الاقي نفسي تهت، وعلشان كده ما جيتش القهوه النهارده. الف حمد لله على سلامتك يا شيخ. دول كلهم في القهوه بيسالوا عليك. الله يخليهم ويسترهم. ان بقول لك إيه؟ ازاي حال الطاوله معاك هناك في القهوه؟ بوم، ده انا النهارده كسحتهم واحد واحد. ده يا شيخ كسر عينهم كلهم الا انا. ولا نسيت اوامر العشرتين الصايبين بتوع امبارح؟ انسى ازاي؟ ده انا مستنيك النهارده على نار عشان العبك واخطاري. اقول لك قوم بينا نروح القهوه. نقوم؟ لا ما اظنش اقدر اروح القهوه النهارده يا ابو الفتوح. ليه بقى؟ ايوه علشان اوعى يكون عشان حكايه التوهان. مظبوط عليك نور، عشان حكايه التوهان. لكن التوهان ده بيجي لك ازاي؟ والله مش عارف يا ابو الفتوح، ببقى قاعد كده في امانه الله، لا بيا ولا عليا، ومره واحده كده الاقي نفسي توهان. يا حفيظ يا رب، ربنا يشفي. لمين ده؟ للضيف اللي بره. خليها مطرحها، انا مش عايزاهم يطولوا في القعده، فاهمه؟ حاضر عندك حق. انا عندي فكره. ايه هي؟ ايه رايك اجيب الطاوله معايا واجي اخلص طري هنا في البيت؟ حكم انت عارفني ما احبش افضل معلق ابدا. يعني قصدك نلعب طاوله هنا في البيت؟ ايوه، ده حتى يكون اللعب على رواقه، لا استوروا ولا يحزنون. بلاش الطاوله في البيت دي يا ابو الفتوح. لا، وافضل انا متعلق ومغلوب كده؟ يا سيدي انا متنازل، انا مغلوب. مغلوب؟ مغلوب كده بالكلام؟ لازم مغلوب بالفعل. انا لازم اخلص طري عمليا. انا هجيب الطاوله واجيلك، الا اذا كنت بقى مش عاوزني اخش بيتك. لا يا ابو الفتوح ما تقولش الكلام ده، ما يصحش يا راجل. شحاته. ايوه الست حرمنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ست هانم. انا عايزاك جوه. ايوه بس الراجل بده يسلم عليكي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ست هانم، ايدك الكريمه. لا مؤاخذة يا ابو الفتوح، الست ايدها مجزوعة كده. سلامتها الف سلامة. بقول انا عايزاك، مفهوم؟ عند اذنك يا ابو الفتوح دقيقة. ولا دقيقة ولا اتنين، احنا اطمنا عليك والحمد لله، وان غدا لناظره قريب. استاذن. مع السلامة يا ابو الفتوح، انست وشرفت. ما تنساش اشحاتة، بكرة هجيب الطاولة مع السلامة. مع السلامة. بكرة بكرة. ايه ده؟ اهلا عمو مفتوح، ازيك؟ انت فين ما بتبانش؟ عجيب، ده لسه مقابلك من شويه وبالاماره قلت لي ان ابوك تايه. تايه؟ ده انا اللي تايه يا عمي. الله، مالك يا ابني؟ في ايه؟ نظر لفوق يا عمي، نظر لفوق. فوق؟ فوق في ايه؟ شايف ايه في البلكونه يا عمي؟ في البلكونه؟ غسيل. اللي فوق الغسيل يا عمي. مشابك. اللي فوق فوق. انت قصدك على دي؟ ايوه. ما شاء الله، دي حاجه فل ومزخره قوي. يا حلو صبح يا حلو طل. ودي بقى العروسه اللي ناوي تتجوزها ان شاء الله. من بقك لباب السما يا شيخ.
طبعا. امال ايه مستعجل؟ عايز يشوف الهبابه اللي قدامه في الشباك. تسمح تروح للجماعه اللي قصادنا وتقول لهم البنت اللي واقفه تترقص للنهار ووسطها زي الزمبلك دي تبقى تقفل الشباك؟ افندم ما انتش فاهم بقول لك ايه. اسمعي بقى اما اقول لك، كونك تتحكمي هنا في البيت على اولادك وجوزك يمكن دي حاجه مبلوعه، اما كونك تتحكمي على الجيران فده لا. انت ليك حدود ما تتعديهاش، فاهمه؟ انت بتزعق فيا؟ لا ابدا والله، هو صوتي اللي طلع لوحده. يا بلبياني الورقه دي راحت فين بس؟ بعدين بقى يعني نسيب الراجل يروح في داهيه؟ فص ملح وداب. عصفور ابراهيم عصفور 40 انبوبه اكسجين و3000 كبسوله برشام حديد و20 مفتاح انجليزي. ايه ده كله؟ ايه الادويه دي كلها؟ هو هيفتح مستشفى ولا ايه؟ صدقت بقى ان كان الراجل هيروح في شربة ميه؟ ماله؟ استنى يا اخويا ما اخد نفسي. ها انا كنت بكلم سمكه. بكلم ايه؟ سمكه. لا تضربين انا يا راجل ورايا وانا راجل لغايه الاول. يا سلام. وانت بقى بتجري على وش الميه؟ لا عايم على وش الميه وبجري من تحت. فالح الحقيقه ولا انت عويم ما فيش اخوك. طبعا يا شيخ ليه؟ ده انت تغرق في شبر ميه. ايه عايز نغرق بقى؟ مش كفايه البلط يروح وكمان عايز نروح في شربة ميه؟ احنا هنرجع تاني لسيره البلطو. بلاش البلط، المهم وصل العوده. وصل العودة هروح في داية. اتحبي. انا مش قلت لك هجيب لك الوصل بكرة؟ تعال. ان ما كنتش هتجيب الوصل بكرة انا هنتحر. عارف يعني ايه هنتحر؟ هنتحر. طبعا خسارة. بس لو اعرف اطولها. تطولها؟ هي ايه اللي تطولها؟ روحي. روحك ايه طلعت؟ روحك. امال اللي مش عارف تطولها بس؟ هي طبعا. هي؟ هي مين؟ جات لي يا سيدي مأمورية للسويس هجيب فيها كام يوم. نفسي اكلمها قبل ما اسافر. يا سلام بقى، صعبان عليك ما تشوفهاش كام يوم، ومش صعبان عليك صاحبك اللي روحه تطلع. مسافر السويس امتى؟ بكره. بكره؟ يا نهار اسود، وصل العقده يا اخي. بكره بعد الظهر هجيب لك الوصل بعد ما اقابلها. المهم عايز اقول لها اني مسافر وانها هتوحشني قوي وحاجات كتير يا عصفور. ما تقول لها يا اخويا، لسانك راح فين؟ اسمع يا عصفور، اذا ما عرفتش انا اكلمها بكره حاول انت تكلمها بعدين وتفهمها الحكايه. نعم انا اكلمها؟ ليه؟ انا يا اخويا ما اعرفش اتكلم في الحب. انت يا اللي اسمك انت مش قادر تكلمها. اقوم انا يا اللي اسم انا اكلمها انا؟ مستحيل. ما تكتب لها جواب. جواب انت راجل. انا فكرت في كده بس خفت الجواب يقع في ايد حد تبقى مصيبه. والله فكره. بس الحق الورقه وقلم اوامر. ايه؟